السلام عليكم. وصفت بأنها أيقونة الثورة والفعل الذي يحقق مطالب الجماهير. طالتها اتهامات جسام حتى من أقرب الأقربين ومحاولات لشق صفها. لجان المقاومة، الكرت الرابح وورقة الضغط الثورية ظهرت اليوم ميثاق سلطة الشعب، ما أثار مخاوف واسعة من مغبة تحولها إلى كيان سياسي وأن تطالها أمراض وأدواء النخب السياسية بالبلاد. الثورة التي خرجت في صباح ديسمبر تعيش ليلة حالكة شديدة البأس أمام متغيرات لم يتحسب لها المحبين والعاشقين. شبابها لا زالوا في الشوارع باقيين فيها ما بين مدها القوي وجذرها الضعيف. انعاش الثورة من جديد بات على المحك. وتراجعت الفرص والفرضيات لإخماد جذوتها التي لا زالت متقدة أمام عودة ربيعها بعد مرورها بصيف ساخن. لجان المقاومة التي تتمسك في كل مرة باللياقات الثلاث، لا شراكة لا تفاوض لا حوار، ها هي تخرج من جديد لتعلن عن ميثاق سلطة الشعب بعد عملية تنقيح وتوقيع. فهل سيكون الميثاق مخرجاً من الورطة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً؟ أهلاً بكم. أهلاً بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من دائرة الحدث، والتي نخصصها للحديث حول ميثاق سلطة الشعب، محاذير فشل النخب السياسية. بداية دعوني أرحب بضيوفي داخل الاستوديو. على يميني أرحب بالأستاذ أنس عبد الغفار، عضو لجنة ميثاق لجان المقاومة بولاية الخرطوم. أهلاً وسهلاً بك. مرحباً. يمتد ترحابي أيضا إلى أستاذ العلوم السياسية من جامعة النيلين الأستاذ مصعب محمد. أهلا بك. مرحب بك ومرحب بمشاهدي برنامج دائرة الحدث. أهلا بك. كما أرحب أيضا بدكتور علاء الدين نجد، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي أيضا بتجمع المهنيين السودانيين. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ياسين، مساء الخير عليكم وعلى الضيوف الكرام وعلى المشاهدين وعلى الوطن. نعم أهلا بك. دعني أبدأ معك أستاذ أنس. يعني اليوم أعلنت لجان المقاومة التوقيع على ميثاق سلطة الشعب. هنالك سؤال يطرح نفسه وبإلحاح المشاهدين، يعني يسألون حول ما هو الجديد الذي يحمله هذا الميثاق، خصوصا مع أن هنالك الآن جاء هذا الميثاق بالتزامن مع عدد من المبادرات المقدمة والمطروحة في الساحة السياسية. ما الذي يحمله من جديد؟ يعني تحية المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر ولكل شهداء الثورة السودانية على مر التاريخ. اليوم السوار والسائرات بنجومهم السبع، نعم، محليات الخرطوم السبع ينطقون مثل طفل أول كلمة بابتهاج، ينطق أول كلمة بطريقة خاطئة، لكن المهم هنا أنه ينطق، والأهم أنه بعد أول كلمة سيتعلم آلاف الكلمات الصحيحة. الليلة فعلا التنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم أعلنت عن ميلاد الحقيقي لميثاق تأسيس سلطة الشعب، وسميناه ميثاق تأسيس سلطة الشعب لأنه نحن بنطمح أنه يأسس لسلطة حقيقية للشعب السوداني، تنقلنا من الدائرة اللي كانت مغلقة أو الحلقة المفرغة بعيد إنتاجها. طيب أستاذ أنس، نعم، الثورة السودانية ما الذي يحمله من جديد هذا الميثاق حتى ندخل في الموضوع؟ لدينا ساعة فقط. ما يحمله الميثاق تأسيس سلطة الشعب إنه إحنا حاليا بننطلق، إنه نتكلم عن إنه حاليا في قوة في الشارع السوداني هي، نعم، كانت بس بتنطق بمجرد هتافات وشعارات. اليوم أصبح عندها برنامج ثوري هي ممكن تخاطب به كل العالم وكل القوى السياسية وكل القوى الإقليمية. بنطمح إنه البرنامج الثوري ده يتواثق عليه كل القوى السياسية وقوى الثورة الحية، لكن ليس الاتفاق إنه يكون على أساس فقط برنامج أو إحنا نتوحد على شكل شعارات فقط، لا، إحنا نتوحد على شكل مبادئ نتفق عليها اللي هي بتحقق الأهداف بتاع ثورة ديسمبر اللي طال عليها الشارع ولسه مواصل الشارع حتى إسقاط الانقلاب الحالي. طيب أستاذ أنس، أريد نقاط واضحة حتى يعني من لم يطلع على هذا الميثاق ولم يقرأه ليكون في الصورة، ما هي أبرز النقاط الجديدة التي تدل على أهمية هذا الميثاق ودوره في هذه الفترة المفصلية
يعني ما نستصحب معنى هذا الكلام الذي قلته؟ طيب الميثاق بيتكلم فيه ثلاثة في 13 محور. طيب. بيتكلم عن الإسقاط بتاع الانقلاب، بيتكلم عن هياكل الحكم في الفترة الانتقالية، كيف إنه هتشكل، من إنه تبدأ نشكل، كيف هنشكل مجلس الوزراء، من إنه كيف هنختار رئيس للوزراء، من إنه كيف هتشكل المجلس التشريعي، وحتين إنه أساس إنه المجلس التشريعي هو الأساس اللي بيكون بقية بيكون السلطة التنفيذية اللي هو بيختار الرئيس بتاع الوزراء نتجاوز بها، والإخفاق السابق اللي حصل إنه تم تعيين رئيس وزراء من غير ما يكون في سلطة تشريعية أو سلطة رقابية هي من خلالها يتم إنتاج البرامج أو إنتاج البرنامج اللي بتقوم عليها الحكومة أو الرغابة للحكومة. شفنا التخبطات اللي حصلت في الفترة الفاتت على أساسها انبنى الميثاق بتاع تأسيس سلطة الشعب اللي هي البداية الأساسية فيه المجلس التشريعي اللي هو أساس السلطات، واللي هي اللي نحن نقول سلطة الشعب اللي هي يتم إنتاجها بصورة قاعدية من تحت من المجالس المحلية للمجالس الولائية حتى الوصول للمجلس التشريعي القومي. سأعود إليك أستاذ أنس، سأنتقل مباشرة إلى أستاذ مصعب محمد أستاذ العلوم السياسية جامعة النيلة. أسألك باعتبارك زول أكاديمي دارين الرؤية الأكاديمية الآن، يعني كيف تنظرون لهذا الميثاق في هذا التوقيت تحديدا؟ سؤال مهم، إنه نحن الآن بمر بمرحلة صعبة وهنالك كثير جدا من المواثيق قدمت والمبادرات، شايفين الجديد شنو ممكن يقدم هذا الميثاق بطرح؟ فعلا في البداية هو الميثاق جهدي بشري، هو من يعني من إعداد لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، وهو يمكن أن يكون برنامج سياسي للجان المقاومة. نعلم تماما أن لجان المقاومة في الفترات السابقة طرحت شعار اللات الثلاثة. بتأسيس أو بإعلان ميثاق سلطة الشعب اليوم يمكن أن نقول أن اللجان بدأت تتجه لإنتاج أو لإعداد برنامج سياسي يمكن أن يضيف شيئا إلى المبادرات المطروحة في الساحة، ويحاول أن يساهم مع آخرين في حل الأزمة السياسية في البلاد بعد 25 أكتوبر والوصول إلى حل حاليا. كل المبادرات الموجودة سواء كان البعثة الأممية سواء كان القوى الوطنية القوى السياسية السودانية مع هذا الميثاق يمكن أن يكون هنالك حوار ويكون هنالك تفاوض ويكون هنالك حتى مساومات وتنازلات من قبل كل الأطراف للوصول إلى صيغة نهائية. النقطة المهمة ذكرتها هذه، يعني هل الآن بإعلان لجان المقاومة للميثاق اللات الثلاثة لم تعد مرفوعة؟ هل هذا ما تريد أن تقول؟ اللات الثلاثة مرفوعة لكن الآن تضمنت برنامج سياسي، يمكن أن تكون هذه اللات الثلاثة مستقبلا هي برنامج التفاوض السياسي أو هي أدوات ضغط ترفعها لجان المقاومة، يمكن حولها التفاوض وتقديم تنازلات. اللات الثلاثة لا أعتقد أن اللجان ستتمسك بها للآخر، يعني في النهاية السياسة سياسة مرنة ويمكن أن تتغير في أي لحظة من اللحظات من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. إذن يمكن أن تتقبل لجان المقاومة الجلوس والحوار؟ يمكن أن تتقبل مستقبلا لجان المقاومة الجلوس والحوار مع الأطراف السياسية في البلاد. سأعود إليك أستاذ مصعب. دكتور علاء الدين أهلا بك. طيب ما رأيك حول هذا الميثاق الذي تم إعلانه، خصوصا وأنه مر بعدد من المراحل وذكرت أو سميت بأنها مراحل تنقيح وتوقيع؟ طيب أول حاجة المجد والخلود والرحمة لشهداء الثورة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافر للمفقودين والحرية للوطن العزيز. نترحم على جميع الشهداء ونترحم على شهيدة الصحافة والميديا اليوم شيرين أبو أغلى مراسل الجزيرة. حقيقة أول حاجة زي ما قال مصعب وزي ما قال أنس برضو ده جهد عظيم جدا جدا، واحد من إنجازات الثورة العظيمة، يعني ثورة ديسمبر إنها طلعت لنا أو دخلت لاعبين جدد في الواقع السياسي كنا ننتظرهم أو ينتظرهم السودان من فترة طويلة جدا جدا. إن شباب البلد يكون عندهم تأثير ويكون عندهم كمية من الزخم السياسي، الفهم السياسي، المشاركة في صنع القرار. دي ذاتها توسع قاعدة المشاركة، الناس بتفتش عليها في الميثاق الليلة. زي ما قال أنس صحيح هي خطوة أولى أو حرف أول، يمكن يكون خاطئ في النهاية ما مشكلة، كيف النهاية تتعلم الأخطاء، وده هو البيزك أو ده الأساس بتاع الحاجة، ما في زول من أول مرة بينطق صحيح. بتبقى الحاجة نحن مفتقدينها اللي هو تقبل الخطأ أو تقبل الكلام عن الخطأ أو التعديل، اللي هو دي الحاجة الفاقدينها في الممارسة السودانية من البداية وتعديلك. يعني أفتكر إنه حيكون الشباب منفتحين على تقبل الآراء
في الميثاق زي ما كان في الأول هو للتعديل. طيب. أفكر حسب برضو هو نسخة دكتور على هذا كله كلام جميل، أريد أن أسألك بشكل موضوعي. طيب. هل اطلعت على الميثاق؟ طبعا اطلعنا عليه في نسخة الأولى وحسي الثانية التي لا تختلف يعني كثير عن النسخة الأولى. نعم. حقيقة نحن مثلا كاستشاريين وأخصائيين كتبنا ملاحظات على الميثاق من الأول لما طرحوه للتعديل في الجوجل درايف بتاعتهم، أرسلناه لكثير من شباب لجان المقاومة، لكن ما لقينا في الملاحظات دي يعني تم إدراجها، ما أعرف هل هي الميثاق الجديد ما أدرجوا فيه ملاحظات. أيوة لم يتم إدراجها. نعم. الميثاق زي ما قالوا الشباب أو مكتوب في الصفحة الأخيرة إنه هدفه الأساسي توحيد قوى الثورة، لأنه ده هو المين جول حسي أو الهدف الأساسي لمقاومة الانقلاب. بيبقى السؤال هل الميثاق ده بشكله الحالي حيوحد قوى الثورة؟ ده السؤال المهم شديد جدا جدا. أنا أفتكر من الإرهاصات الأولى له في بعض اللجان بتاعت المقاومة في الخرطوم كانت طلعت بيانات شوية يعني ضد التوقيع، لكن بعضها أرسل مندوبيها للتوقيع. طيب ليه؟ هل شنو في الميثاق ده الممكن يوحد وشنو ما ممكن يوحد؟ ده الكورنر ستون. نعم. إنت لما تتكلم عن توحيد قوة سياسية أو ناس قد يكونوا متعارضين في العقيدة السياسية أو في البرامج، معناه بتتكلم على خطوط عريضة، خطوط كبيرة ما فيها تفصيلات. دائما دي بتكون المواثيق بين المتعارضين في العقيدة السياسية، يعني ما أكثر مما تقول عليه مبادئ فوق دستورية، يعني زي في حالتنا حسي في حالة الانقلاب العسكري ده إسقاط الانقلاب العسكري، تفكيك تمكين، إصلاح أجهزة أمنية وإصلاح عدلي، ما بتخش في تفصيلات المشروع. دي اللي بتضمن لك توحيد قوة سياسية. يعني حسي لو لاحظنا في المشهد السياسي حتى الإقليمي مثلا في تونس، يعني حسي دي تاع تونس الشغل خاتي وثيقة فيها. نعم. مبادئ فوق دستورية بيتفق فيها الجميع. طيب هذه توجيهات جيدة دكتور علاء الدين، لكن أريد أن أسألك ما هي أبرز النقاط التي علقتم عليها في الميثاق الماضي ولم تأخذ بعين الاعتبار، والميثاق الجديد ذكرتم بأنه يحمل ذات الملاحظات؟ ممتاز جدا. أفتكر مثلا مصعب حسي حدد نقطة قالها إنه والله يمكن حلها بالتفاوض أو اللجان لا تتمسك باللائحات الثلاث. الكلام ده مثلا في الميثاق غير موجود. يعني هي أول حاجة الرفض أي دعوات التفاوض مباشرة أو غير مباشرة مع الانقلابيين. طيب أنا بتقبل، لكن طيب الآلية بتاعة الإسقاط الانقلاب شنو؟ يعني أنت إذا كان تكلم عن إنه الله يا أخي حتى تفاوض غير مباشر كويس، ما هو المتوقع لنهاية المقاومة؟ حيتم الانتصار كيف؟ هل بانقلاب عسكري؟ هل حينحاز لك جزء من العسكر؟ طيب لو انحاز لك جزء من العسكر فيه كمية من الجيوش، 8 جيوش في العاصمة، هل إذا انتصر هذا الانقلاب العسكري على هذه الجيوش حيسلم الحكم للمدنيين؟ وشنو اللي يخليه إذا انتصر على 8 جيوش يسلمه للمدنيين؟ طيب خليني عشان ما نبقى متوسعين أكثر حنمشي معاك في النقاط دي، خليني نسوق النقطة مباشرة لأنس. أنس، ما هي الآلية المتبعة لإسقاط النظام حسب هذا الميثاق الذي طرحتموه؟ هذا سؤال يطرحه دكتور علاء الدين يعني نيابة عن الحريات. طيب الآليات المتبعة هي الآليات بتاعت النضال السلمي اللي هي أثبتت نجاحها في الفترات السابقة، أصبحت مجموعة من الدكتاتوريات لغاية آخر حاجة أصبحت نظام البشير، وإحنا شايفين نفس الآلية دي إحنا مواصلين فينا نسقط هذا الانقلاب بالمواكب، يعني بنفس المواكب السلمية، نفس الآليات السلمية. طيب. المتعددة اللي بيتخذها اللجان بتاعت المقاومة في الطريق ده، إحنا بنعقد مجموعة من التحالفات لكن على المبادئ اللي قلناها الموجودة في الميثاق بتاعنا. فيما يخص انه كيف احنا النقاط اللي ما تم ادراجها اللي كانت في الميثاق الاول وتم تنقيحه برضو قالوا ما. طيب ما تدرجت. أوريك الطريقة اللي بيتم انتاج بها. نعم. الميثاق هي تجربة اللي هي بتشبه التجارب بتاعت صناعة الدساتير اللي هي بيتم نقاش على المستوى القاعد، احنا أسسنا فيه لأنه يكون في نقاش على مستوى القواعد، نقاش واسع حيث حصلت في ولاية الخرطوم، اتعقدت في المرحلة الأولى أكثر من 10 ورش، في المرحلة الثانية بتاعت التعديلات قرابة 15 ورشة، الورش دي تم فيها مناقشة كل التعديلات المقدمة، لكن نسبة لأنه إحنا بنتكلم عن إنه في طيف واسع، اللجان المقاومة دي فيها مجموعة من التيارات داخلة، يعني نسبة للتكوين بتاعها في جوانا التيارات اللي عندها ميولات اشتراكيه ممكن نقول جوانا التيارات. استاذ انس هذا كله كلام جيد، اريد ان اسالك التيارات داخل حول المجتمع السوداني. نعم استاذ انس، يعني هنالك مقترحات كثيره قدمت حول الميثاق الذي تم اطلاقه اولا وهذا الميثاق المنقح، يعني
كيف كنتم تتعاملون مع المقترحات التي تم تقديمها؟ وحسب كلام دكتور علاء الدين الآن هنالك ملاحظات أيضا قدمت لم يعني تدرجوها ضمن طيب هذا الميثاق الجديد المنقح. جايك لأنه ما يدرجنا نسبة لأنه التكوينات الكبيرة دي بيحصل نقاش حول أي بند من المحاور ال 13 شايفينها داخل الميثاق ده، بيحصل نقاش واسع بتشارك فيه كل القوى ده نسبة لاختلاف التيارات، بيحصل الشكل التوافق الموجود داخل داخل الميثاق ده. لو شفت انه في تباعد كان شديد في الرؤى، لكن دي نقاط التوافقية الحياة، التعديلات اللي اتكلموا عنها دي هي ذاتها تم طرحها والناس اتناقشت فيها، لكن دي الصيغة النهائية التوافقية نسبة احنا تيار كبير نقاشات فيه مختلفة عشان احنا الان الميثاق ما حيتم تعديله الان يعني ثاني الان هذه هي الصورة النهائية بالنسبة لك. جايك للنقطة دي، بعد ما يحصل التعديل والكان والنقاش على الميثاق بيحصل توافق على النقطة، بيتظهر ان النقطة احنا عايزين نصل توافق لكل القوى السورية انها تشارك وتكون تشوف نفسها في الميثاق. احنا شايفين الميثاق بتاع تأسيس سلطة الشعب هو ميثاق ممكن يكون توافق. طيب كيف كيف تشارك القوة دي يا استاذ انس؟ يعني كيف القوة دي تشارك وهي عندها ملاحظات مثلا قدمتها القوى السياسية المختلفة الموجودة الان في المشهد، وانتم ما اخذتوها في عين الاعتبار؟ طيب حسب رايي منه والله الميثاق ده الان ما نحن قدمنا ملاحظات ما عولجت فيه، يعني هم ابدوا حسنية وتقبل الان وهكذا، يعني ما رايك؟ الميثاق ده هي ما صورته النهائيه، احنا ماشيين على المرحله الجايه انه تتضمن فيه الملاحظات بتاعت الولايات او اللي قال المقاومه في الولايات، نمشي بعديها المرحله اللي بعديها لانه يكون يفتح لكل القوى السياسيه انها توقع عليه وتضيف التعديلات بما بالضوابط اللي بتخطها اللجان بتاعت المقاومة بما لا يتعارض مع انه الجوهر بتاع الشكل التوافقي اللي عايزين نصل له، يعني احنا يكون في قوى الثورة تتفق على المبادئ الموجودة دي بما انه يضمن اكبر كتلة ثورية هي متوافقة معنا على المبادئ دي انها تمشي في انها نظرة الانقلاب ونحقق الاهداف بتاعت الانتقال اللي احنا عايزينه. نعم. طيب استاذ انس عشان نوزع الفرص بشكل عادل، اسمح لي حاعود لك ثاني ان شاء الله دكتور علاء الدين الحديث حول النقاط التي رفعتموها في الميثاق الاول. أستاذ مصعب باعتبارك برضو رجل أكاديمي أقول لك إنه كثير من الناس الآن بيقولوا بميثاق لجان المقاومة أطلقته الآن هي بقت كيان سياسي، الآن هل نستطيع نقول إنه الآن بهذا الميثاق أكاديميا لجان المقاومة أصبحت كيان سياسي؟ وكيف ممكن ذاته الكيان ده يعني يبتعد عن أمراض الأصابة السياسة في السودان؟ معروف إنه السياسة في السودان فيها كثير جدا من الأمراض، رأيك شو مين؟ جدا يعني الميثاق بالطريقة التي طرح بها وبالصورة التي قدم بها هو إضافة جديدة للساحة السياسية في السودان. نعم. وزي ما ذكر الدكتور علاء الدين أن هنالك أو ثورة ديسمبر هي أنتجت لنا فاعل سياسي جديد هو فئة شبابية كبيرة جدا لها التأثير الكبير على الساحة السياسية. هذه الفئة يمكن بهذا البرنامج أن تتحول إلى جماعة سياسية. جماعة السياسية والحزب السياسي من المعروف أنه لديه برنامج يريد به أن يصل للحكم عبر آليات مختلفة. الآن بالميثاق ده نقدر نقول أنه لجان المقاومة كيان سياسي. تحولت لجان المقاومة يمكن أن تتحول أو هي في طور التحول من جماعة ضغط إلى كيان سياسي. يعني أتوقع مستقبلا أن تتحول لجان المقاومة بكل تنسيقياتها وبكل قواعدها إلى كيان سياسي يمكن أن يضيف فاعلا جديدا في السياسة السودانية. وهذا ما يتطلب أن تكون هنالك مرونة مع هذا الفاعل الجديد مع هؤلاء الشباب. نعلم تماما ان هذه الفئه الشبابيه هنالك احزاب سياسيه موجوده في السودان حتى لا تتعرض لجان المقاومه للامراض السياسيه اللي كانت موجوده في السابق، لابد ان تتوافق على اليه يتم من خلالها تحديد العمل فيما بينها. نعلم تماما حاليا انه هنالك ناطقين رسميين باسم لجان المقاومه، لكن بطرح هذا الميثاق لابد ان يكون هنالك مكتب قيادي او مكتب تنسيقي للجان المقاومه. في حال انه قوه سياسيه رات انه هي عايزه تتفاوض مع لجان المقاومه تذهب لمن؟ هل تذهب للناطقين الرسميين ام تذهب الى مكتب قيادي محدد طيب يتم ترشيحه من القواعد؟ استاذ مصعب عشان ارجع معك لنقطه مهمه انت ذكرتها، انت قلت انه لجان المقاومه الان ممكن ان تصبح كيان سياسي الان فاعل في الساحه السياسيه السودانيه. المعروف انه لجان المقاومه بداخلها ايضا عدد كبير من الشباب الموجودين داخل لجان المقاومه هم كوادر سياسيه ايضا. فعلا هنالك كوادر سياسيه هي موجوده في لجان المقاومه. نعم. لكن اعتقد ان هذه الكوادر الموجوده في لجان المقاومه هي ملتزمه ببرنامج لجان المقاومه، ويمكن من خلال اليات التنظيم او اليات الضبط يمكن ان يتم ضبط هذه الكوادر في ان تترك العباءة الحزبيه وان تعمل مع لجان المقاومه كمجموعه ضغط، او اذا ارادت لجان المقاومه ان تتحول الى كيان سياسي او مجموعه سياسيه
تسحب هذه الكوادر الى احزابها او تساهم من اجل ان يكون هنالك مشروع للحكم المدني في السودان. طيب كل هذا ياتي عبر البرنامج. جميل، ساعود اليك استاذ مصعب. دكتور علاء الدين، هل هنالك واحده من ضمن هذه النقاط التي يعني دونتها وجئتنا اليوم بهذه الاوراق التي تخص الميثاق يعني نقطة مهمة يمكن أن نتداولها الآن؟ أيوة حقيقة، في نقطة تانية مثلا، في زي ما قال أنس جبيل مثلا السلطة الانتقالية وهياكل الحكم برضو ما فيها آليات، يعني تكوين المجلس التشريعي ما هي آلية تكوين المجلس التشريعي؟ هل في تصويت انتخاب؟ هل في توافق؟ الكلام ده ما واضح في الميثاق. أيوة بالضبط كده، يعني أنت داير حاجات سوليد جراوند تمسكها، تعرف حتمشي بها كيف لتحقيق نتيجتك. في 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 حاجات كبيره لكن ما فيها يعني تكوين السلطه دي ما هي اليات تكوين التشريعي مثلا، دي واحده من الحاجات. في رسائل يعني قبل شويه انس لما نتكلم عن الوسائل بتاعت الضغط قال منها الضغط الشارع او الضغط الشعبي. في حاجات ثانيه مهمه، ايوه في حاجات ثانيه مهمه جدا، الضغط الدولي طبعا. حس الانقلاب ده، الانقلاب الان يصرخ بسبب الضغط الدولي، وقف المعونات، وقف المنح والهبات، عدم التجاوب الدولي. فمفروض يكون في الميثاق ده رسائل يتناولها المجتمع الدولي. للأسف في الميثاق في رسائل خاطئة للمجتمع الدولي. مثلا أهمها إنه والله مراجعة كل الاتفاقيات الدولية والسياسية اللي تمت في عهد الحكومة الانتقالية، معناها تضمن يعني إشارة مبطنة لعدم الاعتراف بالحكومة كل الفترة الانتقالية وكل العهود والمواثيق اللي عملتها. ودي كلها يعني ترتب عليها منح وهبات وإصلاح اقتصادي ويعني ميزانية كانت في 2022. طيب دي كلها لما يسقط الانقلاب حتعود المنح والهبات دي، لكن بهذه الرسالة أفتكر حيتردد المجتمع الدولي في قبول أو في دعم المقاومة. مثلا الإصلاح العسكري، في فقرة في الميثاق تكونت يعني نحن جميعا متفقين عن انه اخراج الجيش من العملية السياسية. حتى الجيش نفسه في اخر مؤتمر عقده انه قالوا والله الجيش حيطلع من السياسة. طيب لكن في الميثاق في رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. افتكر دي جانبها الصواب، لا يمكن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، لكن ممكن يكون هو رئيس مجلس امن ودفاع يعني مثلا. يعني كويس، إصلاح الجيش كله عن طريق المدنيين برضو دي ما أفتكر يعني رسالة حكيمة. لابد أن يكون في جهد عسكري أو يعني إشراك عسكريين في الإصلاح. أنت كده مش هتشيل الجيش من العملية السياسية، لا أنت هتشيل الجيش من العقيدة السياسية بتاعته، من العقيدة العسكرية بتاعته. سوري يعني لما تخد القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء يعني صعب، هي القائد العام للقوات المسلحة ممكن يكون عسكري، لكن مجلس الأمن والدفاع الذي يتولى الإصلاح العسكري والإشراف على عملية الدمج والتسريح دي أيوة يكون رئيس الوزراء معه وزراء مدنيين آخرين لهم كثير الشأن في الشأن العسكري، خارجية، داخلية، مالية. في مجلس الأمن والدفاع. فدي رسائل مفروض تكون يعني تقدر تستميل بها أو تكون رسائل حسنة للشركاء اللي بيساعدوك في الضغط الضغط على الحكومه الانقلاب. كويس، زائد التوحيد زي ما قلنا، توحيد دي الاليات الثلاثه، توحيد الثوره، الضغط الدولي والضغط الشعبي. ما ممكن نستغنى عن واحد منهم لاسقاط الانقلاب. هذه نقاط مهمه، دي النقاط. طيب استاذ انس، يعني ما ردك على هذه الانتقادات التي قدمت الان لهذا الميثاق الذي تم اطلاقه اليوم حول هذه التفاصيل المختلفه؟ لكن اسمح لي استاذ انس يعني لنجاوب على هذه التفاصيل المختلفه حول الضغط الدولي واهميه استصحابه. خلونا نمشي لفاصل، نجي راجعين ثاني نكمل معكم الحلقه دي من دائره الحدث حول ميثاق سلطه الشعب، محاذير فشل النخب السياسيه. حنرجع لكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي نخصصها للحديث حول ميثاق سلطة الشعب، محاذير فشل النخب السياسية. قبل الفاصل دكتور علاء الدين تحدث حول بعض الملاحظات في الميثاق الذي تم إطلاقه اليوم
أستاذ أنس حول الآلية، إنه ما في آلية واضحة، في عناوين كثيرة يعني موضحة زي مثلا المجلس التشريعي أو تفاصيل مختلفة، إنه الآلية اللي أنتم بتنفذوا بها شو الخطوات اللي بتتبعوها عشان تقدروا تنفذوا بها الحاجة دي ما موضحة في الميثاق، مع إنه مفروض إنه هو يشمل كل التفاصيل دي، بالإضافة إلى إنكم ما استصحبتوا أيضا الضغط الدولي وأخيرا رئيس الوزراء إنه هو يصبح قائد للقوات المسلحة، هذا أيضا فيه رأي من قبل قوى الحرية. طيب بالنسبه للاليات، احنا العداد لو لاحظت لو قريت في الاحكام العامه احنا بنتكلم عن انه في تكوين بدا هيكل تنسيقي تنظيمي اللي هو ده من خلاله وهيكون فيه كل القوى الموقعه على الميثاق. نعم. اللي هي القوى دي هتجي وتضع الاليات. احنا كاتبين برضه في المجلس التشريعي انه بتوضع له خارطه بتاعه الطريق، الخارطه بتاعه الطريق بتوضع القوى الموقعه على الميثاق، يعني كل القوى دي هتجي تشارك في وضع الاليه بتاعه خارطة الطريق، لأنه إحنا ما عايزين نحتكر الحاجة دي بلانا، ولا إحنا رب الثورة ورب التغيير، كل القوى السورية تشارك معنا. عملتوا ليها إشارة إنه كل القوى بعدين هم اللي حيضعوا الآلية، موضوع إنه في خارطة الطريق. نعم. أنت معرفينها في الملحق وكاتبين إنه في الهيكل التنسيقي التنظيمي بلم كل القوى دي، مجرد ما الناس توقع بنهاية الفترة بتاع التوقيعات، الفترة الناس تكون من يوم الليلة إنه الناس تناقش في الخارطة بتاعت الطريق. حاليا بدأت اتوضعت مجموعة من السيناريوهات أو وضعت مجموعه من الاليات، لكن راجعين نقعد مع رفاقنا في بقيه ليان المقاومه. نعم. مع بقيه القوى اللي حتوقع علينا نتفق على خارطه بتاع الطريق واضحه لكيفيه تعيين رئيس الوزراء، لكيفيه تشكيل المجلس التشريعي، لبقيه تشكيل حسب دكتور كلام دكتور علي انه كان واضح انه انتم حددتوا انه رئيس الوزراء هو هيكون القائد. ايوه بالضبط كده. طيب كيف ثاني حتتفقوا عليها في الفتره الانتقاليه؟ لا نتكلم عن الاليات بتاعه اختيار الرئيس بتاع الوزراء، كل الحياة دي السلطات دي كلها احنا خدتنا التفصيلية اللي هي حاجة المجلس التشريعي اللي هو احنا مفروض نضع على الآلية، نتفق على الآلية، بعد ذاك المجلس التشريعي اللي هو اللي بيكون عنده التخفيض بانه يشكل بقية الهياكل بتاعة الفترة الانتقالية. فالخارطة بتاعة الطريق احنا كلنا حنشارك فيها كقوة سورية موقعة، يعني حتتناقش في مسألة انه رئيس الوزراء هو يكون القائد العام للقوات المسلحة وتفاصيل مختلفة، دي حيكون فيها رأي ولا ده أمر مجزم به وخلاص انتهي؟ حاليا بالنسبة لنا ده حاجة منتهية في ولاية الخرطوم، لكن هي قابلة للنقاش في الخطوات الجاية مع الولايات إذا أراد بقية الولايات انه احنا حيحصل فيها تعديل مثلا في البند ده، لكن احنا طيب في بالنسبة لنا ده بند نهائي. نعم. اللي هو فيما يخص رئيس الوزراء هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، نسبه للتضاربات الكثيره اللي كانت بتحصل في الفتره الفاتره في الصلاحيات، في انه في قائد اعلى وفي قائد عام، في وزير دفاع، في تداخلات كثيره في مجلس السياده بيتدخل من اطراف، في اطراف كثيره قاعده تتدخل. بالنسبه للضغط الدولي، للضغط الدولي احنا يعني احنا منفتحين على المجتمع الدولي، احنا جزء من المجتمع الدولي، احنا ما منعزلين من العالم. في الفتره الاولى بتاعت الانقلاب كان في ضغط دولي متواصل، لكن تم انه يتكسر على الحاجه دي او يتخطى حاجه الصد في انه الضغط الدولي يتواصل بالاتفاق والتسويه اللي تمت في 21 نوفمبر بين البرهان وحمدوك. عشان كده احنا نرفض اي شكل بتاع التسويات، ما بيغود بحق الاهداف الثوره الحقيقيه او واللي بيدعو له مشاركه الانقلابيين في السلطه كوضع تاني وباسس لنا لمشاكل كثيرة نحن في غنى عنها. عشان كده احنا نرفض أي تسوية بتعيد العساكر وخصوصا الانقلابين. عشان كده الآيات بتاعتنا احنا بنقول لا شراكة مع الانقلابين، لا تفاوض مع الانقلابين ولو بصورة غير مباشرة. الآن الميثاق ده يعني خطوة يعني أخرى في سبيل التفاوض أو الجلوس للحوار، حسب ما قال أستاذ مصعب محمد، قال بأنه ربما يكون هذا الميثاق الآن مساحة للجلوس وللاستماع إلى الآخر، يعني أليس هو كذلك بالفعل أستاذ؟ المقاومة ما متعنتة منها تقعد مع أي قوة. نعم. لكن محددة أنه الرفض ده الآتل للإنقلابين لا تفاوض ولو بصورة غير مباشرة. لو جاءت الآلية الثلاثية وطرحت أنه إحنا نتفاوض هي هتكون وسيط بيننا وبين الإنقلابين، الحاجة. نعم. بالنسبة لنا مرفوضة، لأن نتفق على حياة جديدة أنه لا اتفاق حول انه بس الانقلابيين دي يمشوا برا السلطه دي، بعد ذاك احنا بعد ذاك ممكن نتفاهم او نتحاور على انه كيف يتم التسليم والتسلم. طيب. على بقيه الاجراءات اللي احنا نخش فيها. الاليه الثلاثيه حصلت منها لو احنا بنكون متعنتين حول موقفنا من المجتمع الدولي، حصل تواصل، حصل دعوات من فولكر، حصل استجابه لتنسيقات كثيره من لجان المقاومه للدعوات وجلست وقالت الرؤيه بتاعتها بما يخص اللهات الثلاثه اللي هي انه ابعاد العساكر وابعاد الانقلابين بصورة مباشرة، احنا ما هنقعد معهم ولو بصورة غير مباشرة. نعم. طيب خلينا نقول الآلية الثلاثية دي مباشرة لأستاذنا مصعب محمد. الآن الآلية الثلاثية اللي معروفة بالنسبة للناس إنها هي عبارة عن الاتحاد الإفريقي، اليونيتامز والإيجاد، تحدث أيضا عن دلوسهم مع فولكر. الآلية الثلاثية دي إلى أي مدى يمكن إنها هي تتعارض مع الميثاق، وما هي فرص الحل والنجاح لهذا الميثاق؟ الآلية الثلاثية لحل الأزمة
السودانية هي بدأت بمشاورات مبكرة. نعم. المرحلة الأولى كانت في يناير، والآن حددت كان بالأمس من المفترض كان أن يجرى حوارا ما بين الآلية الثلاثية. نعم. والقوى السياسية في السودان. لا أعتقد أن هنالك تعارض ما بين الآلية الثلاثية وما بين ميثاق لجان المقاومة، لأن في الأساس لم يجلس الطرفين للمشاورات مع بعض. يمكن أستاذ أنس قال إنه هم قاعدوا مع فولكر جدا، يعني جلوسهم مع فولكر هم طرحوا رؤية لجان المقاومة، وهسي بحسب كلام أنس إنه هم بيرفضوا أي دخول في حوار مباشر أو غير مباشر ما لم يكون في تنحي للسلطة العسكرية الموجودة في البلاد. أنت رأيك شنو في الكلام ده من ناحية أكاديمية؟ من ناحية أكاديمية من المعروف أو من المعلوم جدا أن الحوار هو وسيلة لحل أي مشكلة سياسية. الحوار نعلم أنه هو بين طرفين أو أكثر. مشاكل السودان والأزمة السياسية الموجودة في السودان لا أعتقد أنها ستحل بوسيلة غير الحوار السياسي. إذا أرادت لجان المقاومة وإذا أرادت القوى السياسية أن تصل لحلول للأزمة السياسية لا بد أن يكون هنالك تقديم للتنازلات. التنازلات لن تكون قبل الحوار، لا أعتقد أن الأطراف جميعها ستتنازل قبل الحوار، بل الطاولة حق التفاوض وطاولة الحوار ستكون فيها التنازلات. يعني ما في قوة سياسية أو قوة عسكرية هي حتقدم تنازلات قبل جلوس الحوار. طاولة الحوار هي اللي بتحدد شكل التنازل وشكل شكل وجود السلطة العسكرية أو شكل وجود القوة السياسية وشكل هياكل السلطة السياسية الموجودة لإكمال الفترة الانتقالية. يمكن لهذه الأطراف جميعها أن تعقد حوارات وأن تستمر المشاورات حتى الوصول لطاولة حوار نهائي يتم من خلالها حل الأزمة السياسية في السودان. الآلية الثلاثية لا أعتقد أنها ستنجح تماما في حل الأزمة، بل أعتقد أن الحوار يجب أن يكون سوداني بين كافة الفاعلين السياسيين في البلاد لبحث الأزمة السياسية بكل تجرد والنظر للوضع السياسي الموجود في البلاد الذي يمكن أن يؤدي في أي لحظة من اللحظات. نعم. إلى انهيار الدولة. إذن أنت ترى بأن الحوار هو الحل والجلوس والاستماع إلى الآخر في هذه المرحلة؟ أرى أن الحوار. نعم. هو الحل. طيب سؤالي لك أيضا قبل أن أنتقل إلى دكتور علاء، الآن هذا الميثاق المطروح إلى أي مدى يمكن أن يعمل على توحيد القوى الثورية المختلفة الموجودة الآن في السودان؟ يمكن أن يعمل الميثاق على توحيد القوى الثورية الموجودة في السودان. نعم. بطرحه للنغاش وتقبل لجان المقاومة للنغاش حوله وتحديد التعديلات والملاحظات التي تطرحها القوى السياسية الأخرى وحتى لجان المقاومة الموجودة في الولايات. يمكن أن يكون حلاً إذا توافق الجميع عليه. التوافق دائماً بيحتاج إلى قاعدة شعبية كبيرة وإلى قاعدة سياسية كبيرة. نعم. ما لم تتوفر هذه القاعدة من في التوافق لا أعتقد أن الميثاق سينجح في حل الأزمة السياسية في البلاد. طيب دكتور علاء، إلى أي مدى يمكن لهذا الميثاق، سأقول لك ذات السؤال، أن يعمل على توحيد القوى الثورية؟ وأيضاً أريدك أن تتحدث لي حول الآلية الثلاثية وأيضاً مسألة الحوار التي تحدث عنها الأخوين عن امتناع لجان المقاومة وعن رؤية أستاذ مصعب أن الحوار هو الحل الآن. طيب نحن لما بدينا الكلام يعني تكلمنا أنه ده السؤال الأساسي، أنه هل الميثاق ده ممكن يجمع الناس كلهم؟ نعم. تكلمنا عن الملاحظات الغائبة. طيب في واحدة من أهم الملاحظات الغائبة اللي هي ما يختلف عليها أسنان، يعني كانت غريبة إنما موجودة في الميثاق، اللي هي تفكيك التمكين، اللي هي دي إحدى أساسيات المبادئ الدستورية اللي نحن بنتكلم عنها. الثورة دي كلها قامت من أجل تفكيك التمكين نظام الجبهة الإسلامية أو نظام 30 مليون. نعم. كويس. ونحن حاصل فينا حسي حاليا بعد الانقلاب العسكري ده عودة للإسلاميين ولنظام 30 مليون مرة أخرى في مفاصل الدولة كلها. نعم. الوزارات، القضاء، غيره غيره غيره. فدي نقطة أساسية احتمال تكون أثار ذهول الكثير من السودانيين في داخل الخارج، إنه كيف ميثاق بتاع لجان المقاومة ما فيه فقرة كبيرة عن تفكيك التمكين، بالذات مثلا في الجهاز القضائي. يعني نحن الحاصل لنا حسي ده حاليا كلها إلغاء دساتير أو إلغاء قوانين بواسطة نظام قضائي. يعني أنت كون يكون عندك قاضي واحد كوز أو قاضي واحد غير مستقل أو غير مؤهل، أنا أفتكر هو أخطر من وجود مية عسكري ضد الثورة. أنت لو كان، وأفتكر دي واحدة من نتكلم عن تقييم الفترة الانتقالية، واحدة من الحاجات اللي تأخرت اللي هي إصلاح النظام العدلي. يعني دي مفروض تكون برايورتي أو أولوية لفترة ما بعد الانقلاب. هنا ده بيدخلنا بعد كده على الحاجة الثانية اللي هي أنت دار توحد قوى الثورة. أنت لما نتكلم نحن عن إيجابيات وسلبيات الفترة الانتقالية دي مهمة جدا جدا. يعني الشباب في اللجان زي ما نحن قلنا هم، أو أنس قال في البداية ونحن ثبتنا، إنه والله يخدي دي أول كلمة ممكن تكون خاطئة
برضو لانها تجربه انسانيه، برضو نفس الشيء الفتره الانتقاليه دي تجربه انسانيه تتحمل الصواب والخطا، فتقييمها مهم والسماع لنتائجها مهم قبل الحكم عليها. لكن الناس طوال حكمت عليها بالفشل والاعتذار، لا، فيها جوانب ايجابيه ليست كلها سلبيه، وهي ملك لجميع السودانيين. كل السودانيين المفروض يشاركوا في التقييم ده، تقدم الحرية والتغيير، لجان المقاومة تقدم فيها، سودانيين الخارج، المهنيين، المجتمع المدني، يشوف إيجابياتها وسلبياتها، عندها إيجابيات. طيب بشكله ده، بشكله ده يا أستاذ دكتور علاء، هل سيعمل هذا الميثاق على توحيد القوى السياسية بالشكل اللي شفته أنت الآن وقدمت فيه ملاحظات؟ يعني هل سيوحد القوى الثورية تحديدا؟ نفس القال مصعب، القال أستاذ مصعب، أنه مدى تقبل لجان المقاومة للملاحظات وللتغييرات وصدرها الرحب في تقبل الرأي الآخر، ده الكلام المهم هنا دكتور. تقبل الرأي الآخر، يعني أنتوا قدمتوا ملاحظات، يعني رؤيتكم كيف في تعامل لجان المقاومة على الملاحظات أيضا، هل هي بتتقبل؟ ما هو حسي مثلا أنس قال دي الحاصل ده رؤية أولية من داخل اللجان، مثلا ما لسه ما صحب الرؤى من الخارج اللجان، احتمال تكون والله يا أخي المرحلة الجاية دي فيها الرؤى خارج اللجان، مثلا زي رؤيه لجنه الاستشاري والخصائص اللي قدمناها نحن دي او مكتوبه، نعم. ممكن تكون في المرحله القادمه، فلو حصلت الكلام ده او من القوى السياسيه الاخرى ادت ملاحظاتها مكتوبه، لو اخذت بعين الاعتبار بالعقل والمنطق ممكن كبير جدا تؤدي لتوحيد القوى الثوريه. لكن نعم. اذا حصل تعنت على الميثاق ده لا اعتقد انه هو ممكن يؤدي الى توحيد القوى الثوريه. طيب في سؤال، نعم، لو عاوز نتكلم عن الاليه. طيب الاليه ده انا افتكر اول حاجه ما بتؤدي الغرض تماما، ليه؟ لان اصلا فشلت في توصيف المشكله بالطريقه الصحيحه. الاليه دي اعتبرت ان المشكله بين مدنيين وعسكريين، وهو ده خطا كبير جدا جدا. المشكله الان بين معسكرين مع التحول الديمقراطي وضد التحول الديمقراطي، وكيل المعسكرين يضم مدنيين وعسكريين. قد يكون غريب شوي نقول انه والله المعسكر ضد التحول الديمقراطي او معسكر قاده العسكر فيه عسكريين، لكن نحن لازلنا نتاكد انه في شرفاء من الجيش ديل قاعدين ولا يعجبهم ما يحدث في البلاد الان، ولكن في الجيش الكلام برتبه عسكريه، تمام؟ فده مهم جدا في توصيف الازمه. يعني انت لما تتكلم عن الاليه المشتركه تيجي تقول لك والله يا اخي يقعد المدنيين اول مع بعض، طيب يا مدنيين اللي بيقعدوا مع بعض تحت، ممكن تجيب لي كل الفاعلين، يعني ممكن تجيب لي ناس شاركوا مع نظام البشير لغايه السقوط؟ نعم. طبعا لا، الآلية الثلاثيه يعني فشلت في تشخيص الازمه. ايوه فشلت في تشخيص الازمه، فبالتالي نعم. المسار اذا انت بديته غلط حيقود لك لنتائج طيب. خاطئه. ساعود اليك دكتور علاء. استاذ انس، يعني اسمح لي ان اسالك السؤال الذي طرحته على الاخوان باعتبار انك الان يعني عضو لجان ميثاق لجان المقاومه ولايه الخرطوم. يعني الان هنالك كثير من الاشياء التي قيلت في هذه الحلقة والأشياء التي ربما لم نستطع أيضا أن نريدها حول إمكانية هذا الميثاق في توحيد القوى الثورية المختلفة وهذه الملاحظات التي قالها دكتور علاء. طيب احنا شايفين أنه الميثاق بتاع تأسيس الشعب ممكن يجمع كل القوى الثورية بشكل التوافق، لأنه هو مبني على حددنا، وأنه قدر أنه يوحد كل اللجان بتاعت المقاومة على مستوى ولاية الخرطوم باعتبار بالاختلافات بتاعتها، ويتقال كبير انه في تنسيقيات مثلا هي كتبت بيانات او ما وقعت الليله. تنسيقات لجان مقاومه الخرطوم فيها لجان مقاومه الخرطوم فيها 18 تنسيقيه، الليله وقعوا 16 تنسيقيه من اصل 18 تنسيقيه. بقيه التنسيقيات هي مؤمنه على المحتوى بتاع الميثاق، ما عندها اي مشكله، بس في اجراءات تنظيميه حتتحل في الايام الجايه. نعم. هي دي بتقدم التطمينات متعدده بالنسبه للتنسيقيات اللي مثلا ما وقعت، اللي هي بتخص انه تعديلاتهم حتتضمن في المرحله بتاعه النقاش مع الولايات حول انه نوسع القاعده بتاعه المشاركه حول الميثاق. بالنسبه للتفكيك بتاع التمكين، نحن الحقيقه دي اوردناها في اغلب البنود، تلقاها في الخدمه المدنيه، بتلقاها في في البند بتاع اصلاح المنظومه العسكريه والامنيه، نتكلم عن تفكيك التمكين داخل المؤسسه. طيب. دي نتكلم عن مفوضيه لمكافحه الفساد، اللي هي ممكن من داخلها يكون في لجنه بتاع التمكين. الحلقه الان يعني في نهايتها، اليوم تم اعلان هذا الميثاق وغدا هنالك موكب حسب علمنا، يعني هل الميثاق سيكون له تاثير على الاحتياجات ام انه سيمر عاديا، يعني ام انه سيقود الى تعبئة الشارع مجددا ضد المرأة؟ ماذا تتوقع أن يحدث يعني في أقل من دقيقة لنهاية الحلقة لو سمحت لي أستاذ أسر؟ بنعتقد أنه في
بالنسبه للحاجه اللي حاصله دي انه احنا بنتكلم عن فعل سياسي، احنا ما بنتكلم عن فعل فقط في الشارع. الفعل السياسي هو اللي بيقود الى فعل في كتعبئه في الشارع وبيقود لدفع العمليه بتاعه مقاومه الانقلاب دي الى الامام. بالنسبه انا اشير لنقطتين اللي هي نقطه بيتكلم عن الفشل والاعتذار، وفي سوء فهم كثير للنقطتين في الاستثناءات والاشتراطات الموجوده داخل الاحكام العامه. اغلب الناس بيتكلموا عن انه هم اغلب الناس اللي بيتكلموا عن الحاجه دي هم ما قروا النقطتين دي بشكل تفصيلي. في نقطه بتتكلم عن القوه شاركت الانقلاب بتاع الانقاذ واللي هي صنعت الانقلاب بتاع الانقاذ واللي شاركت مع الانقاذ لغايه اخر يوم فيه، دي مستثنى بالنسبه لنا تماما. والقوه برضو اللي جزء من الانقلاب الحالي واللي هنا قعدت معه ودعمت الانقلاب لغايه اخر يوم فيه هي بالنسبه لنا مستبعده. بالنسبه للقوه السياسيه الثانيه بيتكلم عن التجربه، احنا ما بنتكلم عن تشفي وما بنتكلم عن اعتذار ساي عشان نجي نزيد القوه دي. جميل، اسمح لي نعم اسمح لي اتوقف عند هذه النقطه 20 ثانيه بس نعم لاتيح فرصه للباقين. انتهت هذه الحلقه، هذه النقاط التي ذكرتها نقاط مهمه نتمنى ان توقف عين الاعتبار. استاذ مصعب، يعني ماذا تتوقع ان يحدث بعد اعلان هذا الميثاق الان؟ أتوقع أن تحدث ردود أفعال كبيرة ما بين مؤيد ورافض لهذا الإعلان. نعم. وأعتقد أن هذه الآراء المختلفة ستؤدي إلى تعبئة الشارع. أعتقد أنها ستؤدي إلى أو أتوقع أنها ستؤدي إلى تعبئة الشارع، وأتوقع أن يكون هنالك حوارا كبيرا حول بنود الميثاق، وهذا قد يقود كما ذكر أنس إلى إلى إدخال بعض التعديلات فيه. جميل أستاذ مصعب، شكرا جزيلا. دكتور علاء الدين، سأختم معك، ماذا ستتوقع أن يحدث الآن؟ هل ستتوقع أن يكون هنالك تعبئة أم أن هذا الميثاق سيحقق النجاح؟ ماذا ستتوقع؟ أول حاجة هو الشارع معبأ، الشارع لن يهدأ. الشارع فيه لجان المقاومة، فيه تنظيمات سياسية، فيه مهنيين. اليوم كان في 4 وقفات احتياجية، فالشارع لن يهدأ أصلا يعني حتى إسقاط الانقلاب. لكن نحن نتكلم عن وحدة القوى الثورة لتعجيل إسقاط الانقلاب، لأنه نحن كل يوم هذه هي النقطة الجوهرية لأنه نحن كل يوم بيمر علينا زيادة في الانقلاب ده فيه أثمان غالية جدا بيدفع السودان ككل وأبناء الوطن. نتوقع منهم الكثير في مستقبل هذه البلاد. دكتور عودة للإسلاميين والنظام. شكرا جزيلا لك عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين دكتور علاء الدين، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا أستاذ مصعب محمد علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك. يمتد شكري أيضا إلى الأستاذ أنس عبد الغفار عضو لجنة ميثاق لجان المقاومة بولاية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أيضا مشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي خصصناها للحديث حول ميثاق سلطة الشعب، محاذير فشل النخب السياسية والتفاصيل المختلفة التي أثيرت حوله وما سيحدث في الأيام المقبلة. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.